وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، كيف ترى استمرار الجهود المصرية وإصرارها على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة وتقليل حجم المعاناة الإنسانية لسكان القطاع؟ يعني دي جزء من التحركات السياسة مصر الخارجية تجاه واحدة من أبرز القضايا التي تستحوذ على الاهتمام الرئيسي لأجندة رئيس الدولة، رئيس الحكومة، الوزارات المعنية بالقضية الفلسطينية. يعني مدخل اللي حضرتك بتحدثي عنه هو مدخل الأنسنة في السياسة مصر الخارجية لأبعاد كتير. يعني جزء من أدوار مصر للتوصل للتهدئة ما بين الجانب الحمساوي وما بين الجانب الإسرائيلي، أو ده جزء حكمه بدرجة أساسية كيف يمكن زيادة المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة بشكل يومي، سواء كانت مواد غذائية أو مستلزمات طبية أو شحنات للوقود، بحيث يغطي كل القطاع شمال وجنوب دون استثناء. جزء من تحركات سياسة مصر الخارجية في هذا السياق اللي هي التخفيف المعاناة من فكرة سماع أصوات القذائف والمدافع والطائرات والقاذفات، تنقلهم من حالة الحرب وحالة الصراع إلى حالة التهدئة وحالة السلم. ولذلك دي الجهود اللي بتقودها مصر في هذا السياق بالتشاور. نعم. الجهود المصرية مستمرة لإيجاد هدنة إنسانية مرة أخرى في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، لكن التقاعس الدولي أيضا واضح. جلسة مجلس الأمن الدولي التي أرجئت لأكثر من مرة، اليوم ننتظر التصويت عليها لدخول المساعدات الإنسانية واستمرارها وإيجاد الهدنة الإنسانية. كيف ترى هذا الأمر؟ يعني شوفي، في حاجات مش بإيد مصر. يعني لو انا اتكلم على المجتمع الدولي، مش بايد غير اللي انا بعمل شويه تحركات في ادوار لمحادثات. القاده اللي بيجي يزوروا مصر وبيقابلوا الرئيس وبيقابلوا السيد وزير الخارجيه، اللي بيقابلوا بعض الوزراء المعنيين، السيد رئيس جهاز المخابرات العامه، في توجيه لرسائل محدده ان سياسات وافعال حماس لا تبرر العقاب الجماعي، ان استمرار اسرائيل لذلك في هذا النهج بيعقد من جهود الاستقرار الاقليمي، ان الدعم الامريكي المطلق لاسرائيل بيضاعف المشكله اكثر من بيضع حلولها. وبالتالي مصر مش بايديها ان غير ان هي توصل رسائل، ان هي بتحاول تفهم القوة الدوليه المختلفه، وبنحاول طوال الوقت اللي احنا بنستغل اي نقاط التقاط الانفاس يبقى في دخول لمساعدات عبر المعابر اخرى. يعني مش المساله مرتبطه بمعبر رفح فقط، عندما تم فتح معبر كرم ابو سالم ده كانت نتيجه جهود مصريه مع الاسرائيليين بدرجه كبيره، زياده ادخال المساعدات الانسانيه. كمان اتصالاتنا مع الجانب الاسرائيلي كانت واضحه بشكل كبير. يعني المساله لا ترتبط بفكره وقف التهجير، لكن أن ترتبط بضرورة فلمرة التصعيد. الاتصالات المصرية مع كافة الأطراف كما تحدثت، سواء مع الفصائل الفلسطينية، مع الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، إلى حد كبير هناك توافق من النداءات المصرية باستمرار التفاوض لإيجاد حل الدولتين، يعني تعيشان جنبا إلى جنب فلسطين وإسرائيل، وأيضا على حدود عام 67، وهي الثوابت الخارجية بالنسبة للقضية الفلسطينية من وجهة النظر المصرية. لكن كيف نتفادى هذا الاتساع للواقع على الأرض، المشهد المأساوي الذي ما زال مستمرا في قطاع غزة ويطال أيضا المدن الفلسطينية الأخرى؟ يعني الأفكار المصرية طبعا هي رؤية مصر قايمة حوالين إزاي نوصل لوقف إطلاق النار، لكن في تعنت من الجانب الإسرائيلي، وصار هناك تعنت في التفاوض مع الجانب الحمساوي إن هو بقى يطرح فكرة لإما وقف إطلاق النار، لا مش هنتكلم حوالين يعني تبادل للأسرى أو المحتجزين من الجانبين، أو حتى التقاعس الأمريكي، لأن الولايات المتحدة لا تتحدث عن وقف إطلاق النار، تتحدث عن هدنة إنسانية. مصر بقى بتختلف إن هي بتحاول تخلي الهدنة الإنسانية دي لمدة زمنية طويلة نسبيا، تبقى من أسبوعين لحوالي شهر، بما يساعد على
اولا تخفيف معاناه الفلسطينيين اللي داخل هذا القطاع، دخول بعض الفلسطينيين يعني خاصه من اصحاب الحالات الحرجه او الطارئه بدرجه كبيره، او في هذا السياق زياده الشحنات والمواد الاساسيه الى الداخل الفلسطيني، وفي نفس الوقت مبادله اكبر عدد من الفلسطينيين، لان اعتقد ان المرحله المقبله الجانب الحمساوي هيطلب فيها زياده، يعني مش نعم. صيغه واحد مقابل ثلاثه، هتبقى صيغه واحد مقابل عدد اكبر، خاصه لان في عناصر من الجانب العسكري سواء كان جنود او جنود احتياط او ضباط في الجيش الاسرائيلي. وبالتالي جهود مصر بتسير في مسالك مختلفه، غرضها يعني في الحفر الاخير زي ما حضرتك بتقولي هو فكره حل الدولتين، لكن عشان اوصل لحل الدولتين لازم اعمل تهدئه، لازم اعمل وقف اطلاق النار، لازم ادخل مساعدات، لازم اعمل تفاوض، وفي ظل هذه الحكومه الاسرائيليه المتطرفه يبقى صعب الحديث عن حل. نعم، هي الخطوط المتوازيه للسياسه المصريه لحل القضيه الفلسطينيه. اشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه.